وللحديث عن تصعيد الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران خطابها ضد مفوضية الانتخابات وقطع أنصارها الطرق رفضا لنتائجها، معنا الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، ومن كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. لعلي أبدأ معك أستاذ عبد القادر، يعني لماذا هذا الرفض من الميليشيات الموالية لإيران لنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، مع أنها كانت هي ذاتها من دعمت الانتخابات وأكدت أن البرلمان القادم ورئاسة الحكومة ستكون من نصيبها؟ ما الذي تغير ما بين الأمس واليوم؟ تفضل. اهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. واضح تماما ان الذي تغير انهم لم يستطيعوا تزوير الانتخابات، لان الشعب العراقي عندما قاطع الانتخابات بنسبه كبيره تماما وكشف عوار العمليه الانتخابيه والعمليه السياسيه، يعني اربك اللاعبين جميعا، لانه كان قبل يستطيعون تزوير عدد من الكثير من الاصوات، لكن النسبه المتدنيه جعلتهم حقيقه في كشف حجمهم الحقيقي، وبالتالي هم تفاجأوا في ردة الفعل الذي حقيقة جعلتهم في وزن ربما أكثر من وزنهم. يعني اليوم المقاعد البرلمانية التي يمتاز بها ميليشيات الفتح وغيرهم من ما يسمى بالإطار التنسيقي ربما أكثر بكثير، بدليل ما خرج اليوم في الشوارع من مظاهرات مدفوعة الثمن، تبين بشكل واضح تماما حجمهم القليل، وبالتالي حقيقة دفعهم لنحو التصعيد حتى يتم الابتزاز للاستحصال على مناصب قادمة من خلال تشكيل حكومة المحاصصة القادمة في العراق. نعم، إليك الآن أستاذ عبد الله، يعني أمام هذا الرفض من قبل الميليشيات والأحزاب لنتيجة الانتخابات، إلى أي مدى بات ظاهرا بتبعية العراق وأحزاب العملية السياسية لجهات خارجية؟ كريم الأستاذ عبد القادر ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. العراق اليوم يتبع للخارج، والعملية السياسية تتبع للخارج، ليس جديد. الأحزاب هذه شكلت خارج العراق وكلفت بأجندة مخابراتية وجاءت مع الاحتلال، فربط العراق من واجباتها ومن أهدافها التي عملت عليها، وهو ربط العراق بالأجندة الأجنبية في الإقليمية الأمريكية والإيرانية. فالربط العملية السياسية في الخارج والعراق يعني عملية ليست حديثة وليست جديدة وليس الآن، العملية منظمة تنظيم صحيح. أما ما يعني لهم، هم لا يعني لهم شيء، هم أحزاب تعودت، نشأت بالأقبية المخابرات الأجنبية وتعودت على الأوامر لتنفذها، لم تتعود على يعني قيام بعملية سياسية ووضع برامج سياسية ومناهج سياسية حتى تناقشها. هي تعلمت وتعودت على الأوامر، فهي لا يعنيها ولا تخجل من أي نسبة معينة. من جديد إليك أستاذ عبد القادر، يعني أمام ما يجري، إلى أي مدى أو إلى أي مدى اتضح أن اتهام الميليشيات والأحزاب للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من الخارج، إلى أي مدى ترى بأنه كان مجرد شماعة للقضاء على التظاهرات؟ واليوم يعني نجد الميليشيات يعني ومؤيدي الأحزاب الخاسرة يلجؤون إلى التظاهرات دون أدنى مضايقة. من المؤكد تماما هناك عدة معطيات لهذه القضية. الأولى أن التظاهرات العراقية التي تمثلت في ثورة تشرين مؤخرا كانت تريد وطنا، بينما هذه التظاهرات تريد مقعدا برلمانيا، وهذا فرق شاسع تماما. لأن هؤلاء الذين أنفسهم استهدفوا التظاهرات والقضاء الذي حكم على كثير من المتظاهرين لأنهم أحرقوا إطارات في الشوارع العام، كلها فعلوها في تظاهراتهم المدفوعة، وبالتالي هؤلاء الذين خرجوا في التظاهرات السلمية لم يكن همهم إلا أنهم يريدون استعادة وطنهم من مخالب الأحزاب الفاسدة. بينما الذي خرج اليوم هم موظفين في ميليشيات الحشد، وبالتالي يتقاضون رواتبا، ولذلك خرجوا لتلبية حتى لا تقطع رواتبهم، ولذلك هي كانت مظاهرات مدفوعة الثمن، فضلا على أن هذا التصعيد هو بتوجيه إيراني خارجي وليس بتوجيه عراقي. لذلك حقيقة هؤلاء يعمدون على تشويه الحقائق، لكن اليوم يقعون في نفس القضية ويمارسونها، لكن الفرق شاسع وواضح بين الطرفين. من جديد إليك أستاذ عبد الله سلمان، يعني
هذا الصراع المتواصل على المناصب يعني ربما يحيلنا إلى تساؤل، يعني كيف يمكن القبول بحكومة وبرلمان لم تحوز على ثقة 88% من الشعب العراقي في ظل التأكيدات بأن نسبة المشاركة لم تتجاوز 12%؟ عملية الانتخابات في العراق مثل العملية السياسية معيبة، لأنها تفتقر لأبسط قوانين الانتخابات السليمة والصحيحة. الانتخابات يجب أن تكون في وضع ديمقراطي، والوضع الديمقراطي يجب أن يكون البلد مستقر وخارج قوى الاحتلال وخارج التقسيم الطائفي وخارج القوى وخارج السلاح. كل هذه غير متوفرة، فلذلك النسبة للمشاركة ونسبة الـ 12% هذه يعني كلها هي معيبة بحق العملية السياسية. أما إذا نقول كيف نقبل بحكومة وبرلمان فهي مفروضة، لأن هي العملية السياسية لا تخرج عن هذا الإطار. حتى لو 10 أشخاص أو أي نسبة معينة هم مقبول، لا توجد في الدستور أو في قوانينهم كم هي النسبة اللي تصبح الدولة شرعية والبرلمان شرعي أو غير شرعي. هو تقاسم النفوذ في السلطة التشريعية والتنفيذية فيما بينهم. نعم أستاذ عبد القادر، يعني تغاضي الحكومة في فترات سابقة عن سلاح الميليشيات وعدم إيفائها بوعدها بجمع هذا السلاح، كيف سيؤثر باعتقادك على مستقبل البلاد، لا سيما مع بوادر الحديث عن لجوء بعض الميليشيات إليه، لا سيما الميليشيات التي خسرت في الانتخابات الأخيرة؟ كيف تتخيل شكل الصورة على الأرض؟ أولا الميليشيات هي التجأت إلى السلاح وهددت بشكل واضح تماما عبر تصريحات واضحة، وبالتالي هم يستعدون وقد دخلوا إلى بغداد من عدة اتجاهات قبل عدة أيام، وبالتالي هنا يأتي التناقض الكبير بين ما تفعله السلطات الحكومية من قانون 4 إرهاب الذي يمارس على العراقيين، وما بين هؤلاء الذين يمارسون الإرهاب ويعلنون علنا، لكن لا القضاء صدر عليهم مذكرات 4 إرهاب ولا الحكومة، فهم يستخدمون حتى هددوا الحكومة والمفوضية بهذا السلاح. ثانيا، أن الشكل القادم هو أن هذا السلاح يستخدم للابتزاز، وهو نصيحة إيرانية من أجل الوصول إلى ما تفعله ميليشيات حزب الله في لبنان، وبالتالي يريدون هكذا أن تكون شكل الحكومة. وبالتالي نهاية المطاف فإنه مقاطعة الشعب العراقي جعل من تعجيل الصراع ما بين تلك الأحزاب على الزعامة مستخدمين السلاح منهجا لهم في ذلك. لذلك حقيقة الواقع القادم العراقي هو واقع مأساوي، مزيد من التصعيد، وحتى وإن ضبطت الإيقاعات في العملية السياسية من تشكيل حكومة وبين الاتفاق الأمريكي والإيراني الذي نصت عليه واشنطن بوست قبل عدة أو قبل يوم من تصريحاته أن الحكومة تشكل بالتوافق الأمريكي الإيراني، فإن القضية بعد ذلك ستفرط، وبالتالي المواجهات والاغتيالات ستكون سيد الموقف. من جديد إليك أستاذ عبد الله سلمان، يعني صحيفة ليفوغارو الفرنسية تقول إن يعني مستقبل العراق يعتمد على كيفية رد السلطات على التهديدات التي تأتي من هذه الميليشيا أو تلك. السؤال هنا أستاذ عبد الله، هل تتوقع أن ترد السلطات في العراق على التهديدات التي صدرتها أكثر من ميليشيا؟ السلطات في كل مكان عندما تريد تنفذ القانون مقابل تهديد أو خروقات قانونية تستخدم قوة الإكراه القانونية، منها غرامات، منها عقوبات سجن وغيرها. أما يصل الأمر إلى تهديد السلاح فبالتأكيد يجب أن تركن السلطة إلى قواتها المسلحة. وهنا يعني أورد مثل يوم 15 في هذا الشهر قبل يومين هدد أبو تراب التميمي الحكومة ومن يصل إلينا، والغريب في الأمر أنه استخدم سلاح القوى العسكرية التابعة للسلطة المحيطة به وهي تبتسم وتوافق على كلامه. هذا بمعنى أن السلطات القوى اللي تمتلكها السلطة هي تابعة أيضا للميليشيات وغير مؤتمرة بأوامر السلطة، أنها تخضع للميليشيات أيضا. لأن نتذكر كيف تم تأسيس الجيش وكم تأسيس وزارة الداخلية، كلها تم توافق الأحزاب، فالأحزاب والقوى المسلحة اللي تمتلكها السلطة هي تابعة للميليشيات، فكيف تستطيع السلطة الرد؟ السلطة أضعف من أن ترد على هذه التهديدات.
أستاذ عبد القادر، مجددا إليك، يعني هل يمكن الوثوق باعتقادك بتعهدات الصدر التي أطلقها في فترات سابقة، تحديدا قبيل قبوله بنتائج الانتخابات، والتي منها يعني مثلا القضاء على الفساد وسلاح الميليشيات وما إلى ذلك؟ هل يمكن للصدر أن يخوض هذه المغامرة ويواجه من كانوا تحت إمرته في وقت سابق؟ أولا، الصدر جزء من السلاح المنفلت، فهو يمتلك ميليشيات وسلاح وعدة جهات مسلحة بهذا الإطار، وبالتالي الفساد أيضا يخيم على جميع مناصب التيار الصدري طوال 18 عاما في جميع الحكومات التي اشترك فيها، ووزارة الكهرباء شاهدة على فسادهم. لكن الصدر هنا في تهديداته يواجه السلاح الثاني من حيث الزعامة، ومن حيث أن هناك وصلوا إلى مرحلة الإلغاء الصفري فيما بينهم والإزاحة، لذلك هو يريد أن يقلم يعني أظافر هؤلاء ومخالبهم حتى يستحوذ على زعامة المكون الشيعي بحكم السلاح وبحكم وجوده في الانتخابات الحالية. لذلك القضية لا تتعلق بأنه يريد بناء حكومة قوية تصادر الأسلحة المنفلتة وتواجه الميليشيات وتواجه الفساد، إنما هو يريد أن يستحوذ على الفساد وعلى السلاح وحده وإلغاء الجميع بهذا الإطار. نعم سيد عبد القادر، إليك أيضا، يعني هناك تحليلات تتحدث بأن الجانب الأمريكي يعني مع تحفيز مواجهة مباشرة بين الميليشيات في العراق بهدف إضعافها، هل يمكن سيد عبد القادر التعويل على مثل هذه التحليلات وعلى واشنطن نفسها بأن تعمل بشكل مباشر على قص أظافر الميليشيات في العراق؟ هل هذا وارد؟ أولا، هو من بنى هذه الميليشيات ومن دمجها في القوات المسلحة وجعل من الجيش والقوات الأمن الداخلي كلها من الميليشيات؟ أليست هي سلطة الاحتلال في عام 2003 عبر قانون 91 الذي أصدره بول بريمر بدمج 7 ميليشيات لتكوين القوات العسكرية والأمنية؟ وبالتالي الولايات المتحدة من حمى هذه الميليشيات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها طوال هذه الفترة، لأنها أصبحت أداتهم في عملية تمزيق النسيج الاجتماعي وإنهاء السلم الأهلي في العراق. لذلك لا تعويل على واشنطن بهذا الإطار، التعويل على الشعب العراقي الذي لفظهم، وبالتالي الشعب العراقي أكبر من هذه الميليشيات وقادر على إنهائها بالكامل، بدليل أنهم أسقطهم عبر مقاطعتهم وجعلهم حقيقة يعني يتخبطون في كل قراراتهم السياسية ويفتضح أمرهم وتهديداتهم. لذلك لا تعويل على واشنطن بهذا الإطار، لكن هي الصراعات الموجودة على الزعامة وكذلك يعني التجاذبات في الصراعات الإقليمية الإيرانية وما إلى ذلك من الأمور يمكن أن تدفع بعجلة الصراع فيما بينهم، وإلا ليست القضية قضية واشنطن أنها تريد تقليم أظافر الميليشيات. سؤالي الأخير إليك سيد عبد الله، يعني ماذا تعني هذه النسبة التي تتحدث عنها جبهة علاوي؟ إلى أي مدى ترى بفشل الأقطاب الخارجية لا سيما إيران بالتأثير على الشارع الذي رفض بالمقابل تبعيته لها؟ وهل يمكن التعويل على الشارع بإحداث معادلة جديدة في ظل هذا الصراع الميليشياوي؟ تفضل سيد عبد الله. الشعب العراقي أثبت قدرته على فهم التحديات التي تواجهه منذ الاحتلال، قاوم الاحتلال بقوة المقاومة المسلحة وهاجم الأمريكان وأثخن فيهم، وبالتالي الشعب العراقي فهم المعادلة ورفض الطائفية رفضا قاطعا على المستوى المجتمع العراقي، وبقيت الطائفية موجودة في البرلمان والمناصب الحكومية فقط، ودليل ثورة تشرين أعلنت هذا بصريح العبارة أن العراق ليس طائفيا. وأما بالنسبة للمستقبل ففي التأكيد هناك حتمية تاريخية لكل ثورة لما ينسد الأفق في الحلول وتتأزم الأوضاع الاقتصادية، وبالتأكيد ستتأزم لاستمرار الفساد، فسيخلق العراقيين ثورة جديدة شاملة بالتأكيد سيزيحهم، وليس بعيدا، يعني هذه آخر دورة انتخابية لهؤلاء، وبالتأكيد الشعب العراقي سيمتطي حصانه الثائر وسيقود المرحلة القادمة إن شاء الله. من كوبنهاغن كنت معنا عبر سكايب عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، وكذلك أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل.